الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب صفة الصلاة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صفة الصلاة، وبوب له بقوله: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، يعني أسجدوا سجودا معتدلا. والسجود المعتدل هو ألا ينبطح الإنسان، يعني ما يكون طريقة السجود كأنه منبطح ولا ينقبض، يعني خلي فخذه على بطنه، كذلك لا يجوز، وإنما يعتدل. وقد بينا بالأمس الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء. والصفة التي ينبغي للإنسان أن يسجد عليها على سبعة أعضاء، وهنا في نهي. طبعا ممكن إنسان يقول سبعة أعضاء يحط ديه ولكن يفترش ذراعيه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. يعني الانبساط يعني أن يضع الذراعين على الأرض مع الكفين، فهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان أن يضع كفيه فقط ثم يجافي عن يديه ويترك الذراعين إلى الأعلى، ما يبسطهما، يعني ما يخليهن على الأرض. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بانبساط الكلب، يعني الكلب يجعل هذا الأمر. وبعض العلماء قال في هذا النهي الشديد عن أن يفعل الإنسان ذلك، ففيه نهي شديد. طبعا هذا لا يبطل الصلاة إن فعله الإنسان، ولكن فيه النهي. والرسول عليه الصلاة والسلام قد شبه بالكلب، يمكن كان يشبه بالقط، القط كذلك يفعل ذلك، ولكن قال لما شبهه بالكلب فهذا أمر فيه نهي شديد حتى لا يفعله الإنسان. هنا يعني إضافة الكلب إلى ذلك من باب التقبيح، من باب التقبيح في الفعل. فكذلك يعني نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان في سجوده لابد وأن يكون معتدلا ولا يكون متكاسلا. الإنسان اللي بيروح بهذه الطريقة كأنه يعني يكون إنسان متكاسل، فلذلك السجود ينبغي عليه أن يكون نشيطا. في قضية الذراعين أو الكف، طبعا الذراعين لا يضعهما على الأرض، أما الكف فيكون مبسوطا، يعني بتكون قد تبسط أصابعك على الأرض مضموم الأصابع متجه إلى القبلة، يعني خلي صبيعك بهذا الشكل تضعهما على الأرض باتجاه القبلة، ما تخليهم لا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. حتى نحن مر معنا حديث في النهي عن أن يضع الإنسان جبهته على يده في السجود، فلذلك بخليهم حذو المنكبين يقبض الأصابع ويضعهما على الأرض باتجاه القبلة، هذا هو الصحيح في وضع اليدين في السجود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.